الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق لا يسمى بلدا استثماريا لأن الحكومة تعطي الأرض للمستثمر مقابل مبالغ غير معروفة. وأوضح الخبراء أن المستثمرين في مجال البناء يبنون شققا سكنية تصل إلى 300 ألف دولار، فيما يمكن بربع هذا المبلغ أن يشتري المواطن بيتا بمساحة 100 متر مربع. ورغم أن الحكومة تمنح قروض 100 راتب أو 100 مليون دينار، لكن يبقى مبلغ الشقق خياليا. وأضاف الخبراء أن مشروع الاستثمار في العراق فاشل وليس في مصلحة المواطن، لأنه لا توجد نسبة وتناسب بين السعر ومتطلبات المواطن. قال وزير التجارة في العراق أثير داود القريري إن مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من 2 مليون طن حنطة. وأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج الاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي، وهو ما ينافي تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة التجارة الحالية مثنى جبار التي قال فيها إن احتياطات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية نيسان المقبل. قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري. وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المغربي إن المستوى الحالي لسعر الفائدة والمحدد ب3% لا يزال ملائما لتعزيز وتثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بعد محادثات استمرت أياما في إسلام آباد بحسب ما أعلنه الصندوق. وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها الصندوق في شهر تموز، وذلك لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها. كشفت دراسة دولية جديدة حول تأثيرات المناخ على الاقتصاد العالمي أن تأثير تغير المناخ في سلاسل التوريد الدولية سيؤدي إلى ركود الاقتصادات على مدى العقود الأربعة المقبلة. ويعتقد معدو الدراسة أن الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع مثل الصين وأمريكا هي الأكثر تضرراً من اضطراب سلسلة التوريد الناجم عن التأثيرات المناخية التي تحدث على بعد آلاف الأميال. ووفقاً للدراسة، ستؤدي الاضطرابات في سلاسل التوريد إلى خسارة اقتصادية متوقعة بين 3 تريليونات و750 مليار دولار و 24 تريليون و700 مليار دولار، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2060. وإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.